قدم رئيس تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية من أجل البناء حديثا صحفيا أعلن فيه الانطلاق الرسمي لجائزة أفرابيا للشباب العربي والأفريقي النسخة الثالثة. إن منسقية وسط أفريقيا لمجلس الشباب العربي والأفريقي عبر تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية تعلن عن انطلاق النسخة الثالثة لجائزة أفرابيا للشباب العربي والإفريقي في مجال الشعر، القصة القصيرة، الفنون التشكيلية للشباب الذين تبلغ أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة، حيث يكون التقديم باللغات الثلاثة العربية الفرنسية الإنجليزية. تبلغ القيمة الكلية للجائزة هذا العام 30,000 دولار، ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة afrabia.org أو بمقر تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية من أجل البناء والتنمية، علما بأن آخر يوم للتقديم سوف يكون بتاريخ 1 أكتوبر 2017. إن هذه الجائزة تعتبر فرصة للشباب العربي والإفريقي لإظهار مهاراتهم الشبابية وتنمية قدراتهم. إذا ندعو الشباب التشادي وشباب وسط إفريقيا المشاركة بفعالية في هذه المسابقة.